بتحاربنا لبقائنا، لتواجدنا في السوق المصري، لان احنا طول عمرنا بنقول اي تو اكبر شركه في مصر، اكبر شركه في المنطقه، ده حقيقي. هذه فرصه لي اني اجي واقول لكم شكرا، يعطيكم العافيه ومبروك على انجازاتكم على السنه اللي راحت. احنا وي ويل جرو، احنا هنكبر. التحول كان كبير، التغيير كان رهيب. قررنا تاني ان احنا لتاني سنه على التوالي احسن وكيل لشركه هواوي في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا. انت ليك النصيب الاكبر في اي بيزنس هندخل فيه.